السلام عليكم. كان الصفات يا شباب واضح. أنا الأخ مرحب، الحمد لله. كيفك أنت؟ طيب؟ طيب ممتاز. طيب اليوم هو لقائنا رقم 8، وسنواصل مع الفصل السادس في مهارات حل الصراعات، وإن شاء الله نبدأ في الفصل عفوا الفصل الخامس مهارة حل الصراع، وبعدين إن شاء الله نبدأ في الفصل السادس. وزي ما تعودنا آخر 5 دقائق تكون مخصصة للكويز. طيب كنا توقفنا في النقطة الثانية التي تخص الإصغاء والتواصل. طبعا هذا الموضوع الإصغاء والتواصل طبعا هو يعني يعتبر موضوع رئيسي في التفاوض، بما أن التفاوض يقوم على الحوار، على الأخذ والرد، فبالتالي لابد من تناول هذا الموضوع لأنه يمكن يكون هو سبب في عدم وصول اتفاق. فهنا هنشوف مع بعض العوامل المسببة للتشويش في الإصغاء. أول عامل أو سبب هو الرسائل المزدوجة. تعني الرسائل المزدوجة أنه تلقي أكثر من رسالة واحدة من المرسل، يعني المستقبل عوض أن يتلقى رسالة واحدة يتلقى أكثر من رسالة، وهذا طبعا سيسبب له التشويش في فهم معنى الرسالة. السبب الثاني وهو التصفية. التصفية تعني هنا وجود شكل من أشكال التشويش النفسي. أيوة أخمر، عدم التركيز. يعني ايش تقصد عن التركيز في اي سبب؟ او تحكي الرسائل المزدوجه تسبب عدم التركيز، يمكن كذا. طيب التصفية قلنا وجود شكل من اشكال التشويش النفسي يعمل على تغيير رسائل الاخرين. وهنا انواع هذه التصفية الافتراضات، يعني هنا قد يقوم المفاوض بافتراض خاطئ او التوقعات، يتوقع المفاوض وجود صعوبات في أثناء العملية التفاوضية، أو التصورات والمفاهيم المسبقة، ويتؤدي إلى استنتاجات خاطئة، يعني يفهم بمعنى الرسالة بمعنى ثاني. الحالة العاطفية، الشعور يؤثر في قدرة على الإصغاء. وأخيرا التحيز، وهو مبني على الخيال وليس على الحقائق. هذا بالنسبة للتصفية. طبعا في عوامل أخرى يعني هي متعددة فلا يمكن تصنيفها في صنف واحد. اللغة مثلا، لما تكون اللغة مختلفة، واحد يتكلم عربي واحد يتكلم إنجليزي، طبعا الرسالة ما حتصل، لا هذا يفهم الآخر ولا الآخر يفهم الأول. الروح السلبية لحد الأطراف، يعني سلبي مثلا يكون متشائم كثير، فهذا يؤثر في فهمه، يؤثر على فهمه للرسالة. سلوكيات رئيس الفريق، ربما تكون السلوكيات التي تشوش هي التي تتسبب في وصول رسالة معناها مختلف. عدم المعرفة الفنية بالموضوع وبالصلاحات المستعملة، طبعا هذا يخص الجانب الفني الذي يخص موضوع التفاوضي، وبالتالي لما يكون يعني أحد المفاوضين أو الاثنين يعني يكون غير متمكنين بالموضوع والمصطلحات المرتبطة بالموضوع، فهذا سيسبب تشويش في عملية الإصغاء والتواصل. هنا نشوف هي شروط الاتصال الفعال. يعني ايش اتصال فعال؟ يعني فهم انه الرسالة التي ارسلها المرسل، الحوار الذي يقوم بين المرسل والمستقبل، بين المفاوض ومفاوض الخصم، يعني الرسالة يفهمها كلا الطرفين بنفس المعنى. هذه شروط اتصال فعال. يعني عشان يكون اتصال فعال لابد من تنفيذ أو تطبيق أو احترام هذه الشروط. أولا عدم التعالي على الطرف الآخر. التعالي يعني سبب في عدم الوصول إلى فهم المعنى الحقيقي للرسالة. عدم طرح الأسئلة تؤدي إلى قلق الطرف الآخر وتوتره. نفس الشيء يعني نتيجة تكون عدم فهم المعنى.
عدم الاستماع الجيد، يعني لما مطلوب انه يكون مستمع جيد عشان تفهم الاخر، تفهم معنى الرسالة، لابد ان تكون مستمع جيد. انتبه لان الكلمات ليس لها معاني. طبعا الكلمات لما تاخذها يعني بشكل فردي مختلفة عن الكلمات لما تكون في جملة كاملة، فهنا تركز على معنى الجملة وليس على معنى الكلمات بطريقة يعني منفردة. خمسة، انظر إلى من يحدثك تحقق من سلامة فهمك، يعني عملية النظر للطرف الآخر تساعد على فهم المعنى، لأنه قلنا احنا فيه يعني التواصل يمكن يكون عن طريق الجسد. قم بإلقاء بعض الأمثلة بشكل سليم، مثل تحديد هدف، صياغة السؤال بوضوح، انصات الإجابة، اتخاذ إجراء ما لكي تجعل سؤالك نتيجة. يعني لو في شيء يعني غير مفهوم في جملة أو فكرة غير مفهومة، فما تخليها تعدي كده، لابد أن تطرح السؤال أو الأسئلة المناسبة لكي يعني تقوم بإثراء فهمك وتصل إلى المعنى الحقيقي الذي يريد أن يوصله لك المرسل. أنماط الأسئلة، طبعا في كل حوار بين طرفين يكون فيه أسئلة وإجابات. هنا زي ما تشوفوا في ثمان أنواع للأسئلة: الأسئلة العامة، الأسئلة المباشرة، الأسئلة الإيحائية، الأسئلة المحددة، الأسئلة المبهمة، الأسئلة الاستفزازية، والأسئلة يجاب عنها بنعم أو لا، والأسئلة المرتدة. كل نوع من الأسئلة يعطيك هدف معين. نشوف بعض تعريف كل نمط. الأسئلة العامة هدفها الاستطلاع ومحاولة وضع إطار عام للمناقشة، عشان كده سميت أسئلة عامة، يعني لا تدخل في الخصوصيات أو الجزئيات. الأسئلة المباشرة هي التي توجه لحظة معين بصيغة محددة، أسئلة مباشرة ما فيها لف ولا دوران. الأسئلة الإيحائية هي التي تعمل في طريقة توجيه الإجابة في اتجاه معين، يعني الأسئلة الإيحائية توحي للمستقبل بالإجابة. الأسئلة المحددة هي التي تلقى بغرض الحصول على معلومات تفصيلية، إذا نحدد إيش النقطة أو الجزء الذي يعني يعتبر تفصيل في الحوار أو في الرسالة. الأسئلة المبهمة هي التي تحمل أكثر من معنى وتترك للطرف الآخر تقدير المعنى المطلوب. الأسئلة الاستفزازية هي التي تستهدف إظهار الاختلاف بين آراء فريق الطرف الآخر أو إشغاله أو استثارته. يعني تكون في الأسئلة هذه هي تستفز، تبحث على أنها تستفز الطرف الآخر. طبعا الاستفزاز هو هدفه أنه يوتر الطرف الآخر، وبالتالي لن يفهم المعنى الرئيسي للفكرة أو للرسالة. أسئلة نعم أو لا يشتت ذهنه، صح؟ هي التي تستهدف الحصول على إجابة قاطعة، نعم أم لا، يعني يبيض يسود، ما في وسط، ما في رمادي ولا شيء. ثمانية، الأسئلة المرتدة هي التي توجه إلى أسئلة للتخلص من الإجابة. يعني هنا لما يطرح عليك أحد أشخاص سؤال فأنت تجيبه بسؤال آخر، هذا معنى الأسئلة المرتدة. طيب نمر الحين إلى أنماط المفاوض. هنا حنشوف أنماط مختلفة لشخصية المفاوض، وهي طبعا تؤثر في سلوكه في العملية التفاوضية. نبدأ بالنوع الأول أو النمط الأول، المفاوض العدواني. يعني يمارس هذا الأسلوب عادة قبل أن تبدأ الجلسة التفاوضية، وهدفه هو إزعاج الطرف المفاوض الخصم. مثلا يقوم على تقديم ملاحظات انتقادية حول إنجازاته بالنسبة للمفاوض، أو بتبيان عدم معقولية الأرقام التي عرضها، أو أي شيء آخر لحاق بصعوبة التحدث إلى المفاوض الخصم أو مخاطبته. كذلك يعني هذا الأسلوب يساعد على إبعاد خطأ الخصم عن سلوك معين، وذلك بتوفير سبل إزعاج شديد له. لما تقوم بإزعاجه ف
فإنك تبعده على بعض المواضيع التي أنت لا تحضر أن يتناولها. هذا نمط أول. النمط الثاني المفاوض المتوقف أي الأخطاء في أبيه، يحاول يأبيه بأي طريقة صح لكي يشتت أفكاره ولكي يوتره من الأول من قبل بداية الجلسة التفاوضية. المفاوض المتوقف قليلا يلجأ إلى الإصغاء للطرف الآخر مع عدم إجابة سائل المقترحات التي يتقدم بها. ليش؟ إيش الهدف؟ لكي يبدو إيش في إشكال في السوق؟ اختصار أخ أحمد كل عندهم إشكال بقية لا السوق ولا. طيب مواصل يعني يمكن عندهم سبب يعني فني أو شيء. ليش التوقف هذا؟ لكي يبدو المفاوض أنه يولي تلك المقترحات تفكيرا طويلا. فهو يقوم بإيجاد فترات طويلة من الصمت، والغاية من ذلك حمل الطرف الآخر على كشف أكبر قدر ممكن من قضيته وحججه مع أقل قدر ممكن من قضية المفاوض نفسه. يعني هنا لما يتحدث المفاوض الخصم يعني في الإجابة يصمت، يأخذ وقت طويل في الصمت. ليش؟ لكي يعني يوحي للطرف الآخر أن هذه الأفكار أو المقترحات تحتاج إلى تفكير طويل. فعندئذ المفاوض الخصم إيش يسوي هنا في فترة الصوت، في فترة عفوا الصمت، إيش يسوي؟ هو يعطي معلومات أكثر للمفاوض، وبالتالي هنا المفاوض لما يتحصل على معلومات أكثر فهو يعني يعني يصبح عنده أكبر قدر من المعلومات، وبالتالي من ناحية يكسب الوقت، وبالتالي تصبح الصورة واضحة بالنسبة له في كيفية استخدام التكتيكات أو الاستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المفاوض الخصم. المفاوض الساخر أو الاستهزائي، السخرية والاستهزاء مقترحات الخصم هي طريقة أخرى للإزعاج. هنا نفس الهدف هو إزعاجه، لكن هنا الإزعاج يكون أثناء العملية، أثناء الجلسة التفاوضية وليس قبل، عكس النمط الأول مفاوض العدواني. فهنا هدفه أن يجعل الطرف الآخر متوترا بحيث يطلب بشيء يندم عليه فيما بعد. وأفضل وقت لاستخدامه بالأسلوب هو لما يتقدم الخصم بمقترح وعرض ما، فتكون إجابة عليه بتكشيرة ساخرة بنغمة صوتية معينة توحي بأن الخصم لا يعرف حقا ما يتحدث عنه، أو أنه يهدف بما لا يعرف. وبالتالي هذا الأسلوب سيثير توتره، يثير فقدان تركيزه، وبالتالي يمكن أن يقدم يعني معلومات أو أفكار تساعد الطرف الآخر على معرفة إيش هو الخطوات التي سيقوم بها المفاوض. أربعة المفاوض المستجوب، يهدف التفاوض باستجواب إلى اكتشاف موقف الخصم صح وقريب من العدواني. يعني مثلا المفاوض يقوم بكل ما يعني مقترحات يقابلها، مقترحات الخصم يقابلها بأسئلة فاحصة بطريقة تجعل الخصم أنه يشعر وكأنه لم يحل واجبه المنزلي كاملا. يعني يظهر هنا المفاوض انه باقي عنده يعني قدرة انه يتحكم في العملية التفاوضية. يعول في هذا الاسلوب على نجاحه على طريقة الاسئلة التي تهدف للتشويش بدل الايضاح. فهنا يرتكز المفاوض على الغموض لكي يدفع المفاوض الخصم إلى تقديم مزيد من الإيضاح عما يقصده، وبالتالي يقدم يعني معلومات أكبر للطرف الخصم. المفاوض المندثر بثياب المعقولية، هذا الرداء هو إقناع المفاوض الذي يبدو عليه التعاون، يعني يتقدم بطلبات مستحيلة، مستحيلة التنفيذ. وعلى المفاوض الذي يستخدم الأسلوب أن يشير أنه ليس مصنع تلك الطلبات بالقاء نفسه، بل هي بسبب الضغوط التي يمارسها عليه زملائه، والقصد من ذلك كسب صداقة
الخصم ووده وثقته من خلال إظهار علامات الرضا والاستلطاف والتدليل على فهم موقفه. النمط الثالث هو المفاوض الذي يلجأ إلى أسلوب فرق كصد. هذا النمط يعني يستخدم في لما يكون في تفاوض جماعي وليس فردي، يعني زي ما عنوانه يدل فرق كصد هي يعني مبدأ عشان يعني تقوم بتحقيق أهدافك على الفريق التفاوض الثاني، فحاول أنك يعني تؤثر في التعاون بتاعه، أنك تفرق بين أعضاء الفريق الخصم. فهنا الهدف هو إحداث خلاف ونزاع بين أعضاء فريق الخصم بحيث ينشغل بتسوية خلافاته الداخلية. يعني التلاحم الذي يكون موجود بين أطراف بين أعضاء الفريق التفاوض الثاني فإنك يعني تقضي عليه. العملية بتصير يعني بأساليب مختلفة، مثلا التحالف مع أحد أعضاء الفريق ومحاولة العمل معه ضد الأعضاء الآخرين، وذلك باستعمال كل أنواع النفاق والتزلف. المفاوض البيلي بنترز، هنا البيلي بنتر هذا اسم يعني نوع من الكلاب الشرسة. هو أنه البيلي بنتر هذا يعني يتضارر المفاوض بأنه غبي، وذلك لإزعاج الخصم، فيمكنه من توجيه الأسلوب من خلال التضارب بعدم فهم ما يقوله الطرف الآخر. يطرح عليه أسئلة هي تكون إجابة عنها جلية واضحة أو تكون إجابة عنها قد تمت سابقا. طبعا هذا الأسلوب لكي يكون فعال فإنه يحتاج إلى مثابرة لبعض الوقت إلى أن تنمو مستويات الإثارة والغضب، يعني في تكرار في العملية لكي يثير غضب المفاوض الخصم. نمر الحين إلى معالجة التوتر. قبل ما نشوف يعني أسباب التوتر، نمر أولا إلى معرفة تعريف التوتر. التوتر هو يعني حالة طبيعية في العملية التفاوضية، ويمكن أن يكون متعمد من الطرف الآخر من أجل الإخلال بتوازن الخصم. أسباب التوتر هي أربعة: البيئة الداخلية، أيوه لم يعني الحين في نمطين يكون في إزالة أثناء الجلسة التفاوضية، صح؟ ليش نمطين بس أثناء الجلسة التفاوضية؟ الكل إلا النمط الأول، أيوه النمط الأول يكون قبل بداية الجلسات التفاوضية، بينما بقية الأنماط تكون أثناء الجلسات التفاوضية، أيوه يعني كلها إلا واحد إلا العدواني بس، صح ممتاز. طيب السبب الأول قلنا التوتر البيئة الداخلية، في إزعاج بس العدواني قبل، ممتاز. هم كل الأنماط تقوم على الإزعاج الطرف الآخر. طيب البيئة الداخلية تعني يعني كل ما يخص الجانب المادي للجلسات التفاوضية، وقت التفاوض اللي يمكن يسبب في توتر، يعني آخر الليل مثلا في وقت غير مناسب، مكان التفاوض، المكتب، كل ما يحيط بالجانب المادي. المفاوض نفسه يمكن يكون هو سبب في التوتر، اما بطريقه متعمده وطريقه غير متعمده، يعني عن طريق سلوكياته. العمليه التفاوضيه برمتها يمكن ان تكون سبب من اسباب التوتر. ليش؟ لانه لما تكون فيها ابعاد، لما يكون فيها بعد واحد يعني صعب ان اتوتر، لكن لما يكون فيها ابعاد متعدده فهنا يعني يصبح فيه نوع من التعقيد في الأبعاد هذه، وبالتالي يسبب نوع من التوتر. الطرف الآخر طبعا مفاوض الخصم يمكن كذلك أن يتسبب هو في التوتر بطريقة متعمدة إرادية أو غير إرادية. نمر الحين إلى الأخطاء التي يجب أن يتفاداها المفاوض. هي أخطاء متكررة، يعني وقع تحديد الأخطاء عن طريق دراسات للأخطاء التي تتكرر لدى المفاوضون في العملية التفاوضية. أولا خطأ المنظور،
يعني هنا يعني الإفراط في التعويض على النتائج ذات المدى القصير دون الاهتمام بآثارها المستقبلية. الخطأ الثاني هو خطأ الفهم، يعني ينتج عن عدم معرفة المفاوض اختلافات أساسية بينه وبين خصمه، هي تصبح درجة الشك عالية وبالتالي لا يمكن وصول اتفاق. خطأ المنفعة هنا لما يكون، وإيش معنى التعويل؟ يعني التعويل على نتائج، يعني يعول على نتائج يعني المنتظرة المعتمدة، يعني يفرض أنه يحقق النتائج في كبيرة في الجلسات التفاوضية الأولى لكن ينسى الاتفاق النهائي، هذا معنى خطأ المنظور. يعني يمكن هذا الاتفاق اللي حصلت عليه في الجلسة الأولى يمكن سبب يكون سبب في عدم وصول اتفاق في الاتفاق النهائي. أخيرا خطأ المنفعة، هنا المفاوض يخطأ في تقدير أهمية الشيء الذي يحوزه بالنسبة للطرف الخصم، وبالتالي هنا يحصل نوع من التضارب في التقدير أهمية الأفكار أو أهمية العروض أو المقترحات التي يقدمها المفاوض، وبالتالي يعني لا يمكن الوصول إلى اتفاق في هذه الحالة. يعني هذه ثلاث أخطاء التي يجب على المفاوض أن يتفاداها. الفصل السادس هو الأعداد للمفاوضات. هنا طبعا يعني بنعرف أنه الهدف الرئيسي لكل عملية تفاوض هو وصول اتفاق. بناء على ذلك لابد أن المفاوض يكون مستعد للعملية التفاوضية، لأنه دون الاستعداد للعملية التفاوضية ستكون الفرص بتاعته في التوصل للنتيجة المرغوبة ضعيفة. فهنا يعني الفصل هذا يقوم على مبدأ رئيسي، وهو أن العملية التفاوضية المبدأ الأساسي لنجاح العملية التفاوضية هو الأعداد للمفاوضات. يعني مثل ما تعرفوا من وظائف الإدارة التخطيط، يعني قبل ما تقوم بأعمال مستقبلية لابد أن تخطط لها، لابد أنك تقوم بدراستها قبل التنبؤ بالمستقبل. ممتاز. طبعا الأعداد والتخطيط هو يقوم أساسا على التنبؤ، فالأداة الأساسية لمستقبل التفاوض هي التنبؤ. طيب نبدأ أول شيء بأهداف الأعداد المفاوضات. إيش هي الأهداف؟ أولا تحليل القضايا، يعني هنا يقوم المفاوضين بتعريف وتفسير مختلف القضايا التي ينبغي أن تسوى خلال المفاوضات. كذلك تجزئة القضايا، يعني تجزئة القضايا تعمل كل قضية إلى عناصرها الأساسية. ثلاثة تصنيف القضايا، يعني ترتيب القضايا وفق معيار ربح مقابل ربح أو ربح مقابل خسارة، يعني هذه القضايا نصنفها في جانب ربح مقابل ربح أو قضايا ثانية نصنفها في ربح مقابل خسارة. وكذلك الهدف الرابع هو التعرف على حاجات الخصم، يعني تمثل الحاجات النفسية والشعور الداخلي اللي تخلقه عملية المفاوضات. الهدف الخامس هو تحديد مستويات الطموح، يعني هدف الأعداد المفاوضات أنك تحدد إيش هو الحد الأدنى لأهدافك أو لطموحك والحد الأعلى لطموح الخصم. ستة تحديد العلاقة المرغوب فيها، إيش هي العلاقة؟ تكون عدم وجود علاقة متبادلة تفاوض، تفاعل مستمر أو علاقة متبادلة. سبعة وضع الأهداف، طبعا المفاوض يجب عليه أن يحدد ما الذي يريده قبل الجلوس على مائدة المفاوضات، قبل بداية الجلسات التفاوضية. أيوة أخذ بغي، يعني كل ما في شيء محذوف بالمقرر. ثمانية أعداد جدول الأعمال، طبعا هنا أعداد جدول الأعمال هدفه أنه يمكن المفاوض من تحديد القضايا التي ستطرح في الجلسات التفاوضية، وكذلك حذف أو تجاوز القضايا التي لا يرغب المفاوض في مناقشتها. تسعة الأعداد المادي، يعني هنا التحضير للجلسات التفاوضية، بمعنى هل ستكون على أرض المفاوض أو ستكون على أرض المفاوض الخصم
أو في مكان محايد طبعا يتم الاتفاق عليه من الطرفين. الهدف العاشر هو استخدام الوكلاء. يعني هنا هل توكل أنت صاحب القضية، هل ستوكل شخص آخر يعني يقوم بالمفاوضات أم لا؟ أختي هاي الدكتورة ممكن يكون التضارب أثناء وجبات الطعام، إيش رأيكم شباب في السؤال هذا؟ هذا سؤال سبق أني طرحته، إيش رأيكم؟ كيف أيوه؟ لا يمكن، يعني المفاوضات قمنا بالزيلين يا شباب، يعني المفاوضات تحتاج تركيز، قمنا جو كل جو من الضغط النفسي والإرهاق إلى غير ذلك. يعني ليتم شفتم مرة ناس تتفاوض وهي جالسة تاكل، طبعا ما نحكي على مفاوضات خفيفة بين شباب مثلا أو جيران، هذا يعني ممكن على يعني نحكي على الإدارة، نحكي على المنشآت، يعني يجي فريق ويجي فريق ثاني يهزوا ياكلوا ويتحسنوا ويناقشوا الأمور، يعني هل هذا ممكن؟ يعني هنا يكون في تركيز؟ طبعا لا. يمكن هذا الـ 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 يعني الجلسات هذه يمكن تكون جلسة تحضيرية، مثلا نجلس عشان يعني نتقارب نفهم بعض، انه درجة الثقة بنا يعني مثلا نسوي قضية مشترك. طبعا ليست جلسة تفاوضية، يمكن نتحدث في مواضيع مختلفة، هذا من شأنه انه يعني يجهز البيئة لكي يسهل التفاهم بين الأطراف. لكن التفاوض يستحيل ان يكون في يعني جلسات أكل أثناء الأكل. أيوة يعني جلسة ودية كده يستدعي مثلا الطرف الآخر، يستدعي على يعني العشاء مثلا يجلسوا كده، لكن ليست تفاوض، ليست جلسة تفاوضية. يعني جلسة تفاوضية تكون فيها جدول أعمال. هل في جدول في الأكل؟ نقوم بجدول أعمال، أيوة عشاء عمل، أيوة ممكن، لكن هل يصبح أن يكون تفاوض في العشاء؟ طبعا لا. طيب بالنسبة لاستخدام الوكلاء، يعني لا يعني الوكيل كثير من فقدان المال، لا يعاني الوكيل كثير من فقدان المال وجه عندما يقدم بعض التنازلات. يستطيع الوكيل تخصيص وقت أكبر للتحضير المفاوضات مما يحس المسؤول مشغول منك في عمله. وكذلك عادة ما يتمتع الوكيل بميزة المعرفة والدراية التكتيكات التفاوضية والسلوك التفاوضي. يعني هنا أنت ستقرر، أنت عندك مدير مثلا شركة، عندك جلسة تفاوضية مع شركة تانية بخصوص مثلا شراء أسهم هذه الشركة. هنا تاخذ يعني عندك خيارين، أما أنت الذي يقوم بالتفاوض، أو تجيب يعني شخص مختص التفاوض، مفاوض مختص التفاوض وتوكله. هذه الأسباب يعني تفسر استخدام الوكيل. الوكيل أولا يعني عندما يقدم تنازل يعني بسهولة يقدم تنازلات، ليس مثل الشخص الذي هو صاحب الموضوع. كذلك الوكيل يعني هذا الشخص المفاوض الذي هو مختص التفاوض يعني سيخصص كامل وقته للتفاوض، بينما المدير الذي يعني يشتغل في المنشأة، فهل أيوة هل جلسات معاكم تعتبر جلسات تفاوضية وتظلم هي الوكلاء؟ لا، ما هي جلسات تفاوضية، يعني أنت سويت مقاربة، يعني ما في يعني هو في طرفين، في شاكي ومشتكي به، طبعا لكل يعني في حكم ولكل طرف هنا يجيب يعني محامي عشان يعرف كيف يعني يفسر وجهة نظر الطرف. فبالتالي ليست جلسات تفاوضية، هي جلسات يعني قضائية لها خصائصها الخاصة. وكذلك السبب الثالث قلنا هنا لما تجيب أنت مفاوض مختص فيكون عنده يعني عنده المهارات، عنده المعارف بالتكتيكات بسلوك تفاوضي إلى غير ذلك. 12 أو 11 المستمعون، يعني حنجيب في الجلسات التفاوضية مستمعون أم لا؟ نجيب ناس يعني يحضروا على النقاش أم لا؟ في حضور جمهور المستمعين فإن كل مفاوض سيحاول تبني الموقف ليعتقد أن موقف هؤلاء المستمعين، يعني وجود مستمعين يؤثر على موقف المفاوض. فإن تختار أنك
يعني تكون جلسة مغلقة ما فيها حدا، يعني أشخاص خارج الفريق المباشر أم لا؟ التخطيط التكتيكي، يعني هنا تقوم بتحديد التكتيكات التي يمكن لك أنك تستخدمها في الجلسات التنظيمية. 13، طلب الافتتاح، هنا يتيح المفاوض إمكانية تغيير مستوى طموح الخصم، كما يتيح للخصم تبيان موقفه وتحديد مستوى طموحه. 14، هنا تحديد قائمة التنازلات، يعني المفاوض يجهز التنازلات التي سيقدمها قبل بداية الجلسات التغاضية. فالمفاوض لن يعاني كثيرا من فقدان ماء الوجه عند تقديم تنازل، هو أصلا مدون في القائمة التي سبق ونعدها وخطط له، مقارنة بما لو قام بتقديم تنازل دون أن يخطط له. فقائمة التنازلات تساعد المفاوض على الرجوع إليها في أي وقت لتقديم شيء ما من التنازلات إذا لا تصاعدت حدة المفاوضات. لو قدر أنه لسه درجة الشك عالية، فعشان يخفض من درجة الشك مثلا يرجع للتنازلات بتاعته، أو هذا التنازل يمكنني أقدمه، فلما يقدمه فهو يعني يستحسن من طرف المفاوض الخصم، وبالتالي يرفع من درجة الثقة لديه. التخطيط لكسر حواجز أو الخروج من المأزق، يعني كنا نعرف أنه في الجلسات التفاوضية في إمكانية أنه يعني نصل إلى مأزق، أنه يكون في عوائق وحواجز تظهر في الجلسات التفاوضية. فهنا المفاوض يقوم بتقديم تنازلات ليست جوهرية، والدعوة للتوقف عند مناقشة موضوع ما من أكثر الطرق استخداما لإزالة العقبات وكسر الحواجز. فهنا المفاوض يكون قد فكر مسبقا في الوسائل التي سيستخدمها للخروج من المأزق. 16، خطط لجعل الخصم يشعر بالارتياح. يعني هنا يعني يقوم المفاوض بالتفكير في أساليب أو طرق يستخدمها عندما يشعر أنه في الجلسات التفاوضية، عندما يشعر أنه المفاوض الخصم يعني في توتر. فهي مشكلة تحول بينه بالالتزام الشديد بموقف معين، أن تبدي له تفاهم لموقفه وتبني على الخصم على نية بما هو أهله. نمر الحين إلى خطوات الأعداد للمفاوضات. هنا نشوف أنه في ثلاث خطوات أساسية في الأعداد المفاوضات. طبعا هنا دائما احنا بنحكي على قبل بداية الجلسات التفاوضية. أولا جمع البيانات وتنظيمها، ثم تحديد الأسئلة، وأخيرا مراجعة البيانات وتنظيم الموقف. نبدأ بالخطوة الأولى، جمع البيانات وتنظيمها. هنا المهمة الأولى أنه تجميع الحقائق والافتراضات، يعني لابد أنه المفاوض يفرق بين الحقيقة والافتراض، عزل الحقائق عن الافتراضات. أيوة أخ سعر أستاذ، كيف ممكن تيجي الأسئلة على الأهداف؟ بعدين يعني في الكويزات حتيجي أسئلة يعني، أو ذكريني يعني بالموضوع هذا في محاضرة المراجعة يعني. طيب قلنا يعني عزل الحقائق عن الافتراضات، لابد أن نعرف أنه الحقائق هي البيانات التي يمكن توثيقها ولا تحتمل أي مناقشة عفوا إذا كانت مدعمة، بينما الافتراضات هي المعلومات التي يمكن استخلاصها بالاعتماد على معرفة غير مكتملة. ثاني مهمة هو التوزيع إلى فئات. هنا نقوم بتوزيع الحقائق والافتراضات على فئتين، يعني صنفين، صنف هذه النقاط الكبرى وصنف النقاط الصغرى. هذا من شأنه أنه التوزيع هذا والتقسيم هذا يساعد المفاوض أن يكون على علم مسبق بالنقاط التي يمكن له أن يتساءل فيها أكثر من غيرها، وكذلك يعني تساعده أنه يستبعد النقاط التي هي غير جوهرية. ثلاثة، تحديد مستوى التسوية. التسوية التي توصل إلى أطراف التفاوض إنما تكون بسبب الفجوة
بين تقديرات المفاوض وتقديرات الخصم، يعني لكل طرف له تقديرات مختلفة على الطرف الآخر. أربعة، تحديد طرق التفاوض. إذا في طريقة المقايضة التي تصلح لنقاط قليلة الأهمية، إذ يقايض المفاوض إحدى النقاط التي لديه بنقطة أخيرة لدى الخصم، أو كذلك طريقة حل المشكلة تصلح نقاط كبيرة الأهمية، إذ يتفحص المفاوض مزايا كل نقطة مع خصمه من وجهة نظرهما معا، يعني يكونوا متوافقين على هذه النقاط. خمسة، تحديد نقطة البدء، يعني هنا حدد إيش هي النقاط التي سنبدأ بها. وتذكروا قبل قلنا نبدأ بالنقاط المشتركة في جداول أعمال الطرفين، يعني لما نصل إلى النقاط المشتركة سهل أن نصل فيها إلى اتفاق، وبالتالي هذا يساعد على بعدين تناول النقاط التي فيها يعني اختلافات من أطراف التفاوض، النقاط الصعبة. تكوين مصفوفة، هنا مصفوفة يتهدف إلى تصور علاقات بين النقاط التفاوضية المختلفة، تمكن المفاوض من تحاشي أي مشكلة ذات خطورة محتملة، أو ربما يصل إلى تسوية نقطة ما. يعني هنا يقوم المفاوض بأعداد مصفوفة يذكر فيها كل النقاط، وهي زي يعني تعطيه الطريق الذي سيسلكه في العملية التفاوضية. الخطوة الثانية هي تحديد الأسئلة، هي تخص أول الحلول البديلة. لابد أن المقايضة، تحليل المقصود مقايضة، يعني يقايضه، يعني يطلب منه شيء مقابل شيء. الحلول البديلة، تصور الحلول البديلة يتطلب القدرة على رؤية ما وراء الواضح، والقدرة على تصور إجابات أبعد إجابات عادية التي يعرفها الناس بسهولة، وليس تعميد الله بحلول البديلة بالأمر السهل. فهنا لابد أن يكون في جهد كبير بالنسبة للمفاوض أنه يحدد إيش هي الحلول البديلة. ثانيا، تقوية النقاط الضعيفة، يعني تصور خيارات المتوفرة لتقوية النقاط الضعيفة كخيار للخديعة مثلا. القيود أو الحدود، لابد هنا في الخطوة الثانية أنه نحدد إيش هي القيود والحدود، إيش هي السلطة الممنوحة، مدى إمكانية التصرف، المبالغ المالية المتاحة، الميزانيات مثلا، مدى خطورة إجهاض المفاوضات. لابد أن يدرس لو يعني وصلنا إلى عدم اتفاق إيش هي يعني انعكاساتها، إيش هي النتائج بتاعتها ومقارنتها بالوصول اتفاق، عدد البنود التي يمكن مناقشتها، مقدار الوقت المتوافر. النقطة الرابعة هي الدعم، يعني لابد أن يعرف المفاوض من يدعم القضية بتاعته أو تلك في المؤسسة التي تعطي المفاوض هي أو برهاء أهمية القضية المطروحة. بالنظر إلى الهيكل التنظيم التي يعمل فيها الخصم، يمكن إجراء تحليل لعملية الدعم في المؤسسة، يعني يعرف مين يدعمه ومن لا يدعمه. الخطوة الثالثة، مراجعة البيانات وتنظيم الموقف. أولا المراجعة، يعني يتركز المراجعة الاهتمام على مدى كفاية المعلومات ومدى عمقها ومدى حجتها، لأن يمكن أن أنت جمعت معلومات يمكن تكون المعلومات هذه خاطئة، فلابد من المراجعة عشان تتأكد من صحة هذه المعلومات. تعصيف الأفكار، تعصيف الأفكار يهدف إلى اكتشاف أي جوانب خلاقة أو إبداعية في البيانات، لأن يمكن أن تضيف أبعاد أخرى في موقف المفاوض، وبالتالي تعطيه قوة أكبر في العملية التفاوضية. الفحص هي فرصة لتصحيح الأخطاء بدا أن يقوم بها الخصم، لأن أنت لو عرفت أخطائك قبل أن تبدأ الجلسة التفاوضية فيمكن أنك تصلحها ويعني تبدأ الجلسة التفاوضية بدون أخطاء، لكن لو مرت عليك هذه الأخطاء وأنت قمت بها في الجلسة التفاوضية فطبعا المفاوض الخصم لن يترك هذه الفرصة، وسيستغل هذه الفرصة لكي يعني يسلب منك تنازلات. إعداد قائمة الأعمال الواجبة لكي لا تغفل الاتفاقية بعض البنود المهمة أو الروتينية. نمر إلى
ايوه كده خلصنا، كنا خلصنا ايوه الخطوه الثالثه، وبالتالي وكمان الوقت يعني كفينا 5 دقائق. نمر مباشره الى الكويز. ممكن جواب السؤال؟ تفضل يا اخت نهاد، يعني اسالي. طيب انت سالتي سؤال ما انتبهت له. طيب ايوه، قاعده ترتيب نوجد بدء الموضوعات التي ليس لها اهميه كبرى، ليست لها اهميه مطلقه، ليست لها اهميه كبيره. طبعا ليست لها اهميه مطلقه، يعني ما تدخل في الموضوع. الفكره هي ايش؟ عندك انت قضايا او ابعاد او عناصر القضيه. عناصر هذه كبيرة هامة، يعني كبيرة تقصد بأهميتها، وعناصر قليلة الأهمية، هذا المعنى. فأنت لما يعني تناقش الطرف الآخر على هذه العناصر التي أهميتها صغيرة، فسهل الوصول لاتفاق فيها. لكن لما تكون العناصر تبدأ بالعناصر التي أهميتها كبرى ويكون فيها خلاف أكبر، ف هنا يصعب الوصول، يعني ما مهدت الطريق نحو الوصول الى اتفاق، وبالتالي يمكن عدم الوصول الى اتفاق. طيب هذه يعني الكويز، المرة الكويز، وحددت لكم 3 دقائق للإجابة، يعني صغيرة، صغيرة يعني قليلة الأهمية، وفي نقاط هي كبيرة الأهمية. ممتاز أخبرها. النقاط المشتركة هي تساعد، يعني مثلا أنت السعر الجوال مثلا حتشتريه، السعر بالنسبة لك ليس له أهمية مقارنة بالجودة أو بالخدمات ما بعد البيع. فأنت هنا تفضل أنك يعني تبدأ بالمفاوضات على السعر، لأنه سهل أنك تتفق معه ومع الطرف الآخر، لأنه هو أهميته ضعيفة بالنسبة لك أنت. لكن الأهمية الكبرى لي خدمات بعد ما بعد البيع مثلا، وبالتالي هنا يعني الوسيله هذه الطريقه هذه تسهل الاتفاق في البعد الاول، ولما تتفق في البعد الاول وتمر الى البعد الثاني اللي هو اهميته اكبر، فالاتفاق هذا يساعد يعني يهيئ الطريق نحو الوصول الى اتفاق. هل كده واضح اخت من اختيار؟ إجابة واضحة أم لا؟ لو ما واضحة قل لي أعيد التفسير. وإياك اختيار. أخبرنا حتى أنه ممكن يخفف التوتر بسبب الفوضى يكون أفضل من التصادم. ممتاز ممتاز، يعني هذا المقصود، أنه يعني زي ما قلنا بنركز على درجة الثقة ودرجة الشك. قلنا في بداية العملية التفاوضية الطرفين لا يعرف لهذا يعرف الآخر، فتكون درجة الشك عالية. فعشان نصل إلى اتفاق لابد أن نقلل من درجة الشك ونرفع من درجة الثقة. ولما ترتفع درجة الثقة بين الطرفين هذا يساعد الوصول لاتفاق، بينما لما تكون درجة الشك هي القائمة كل واحد شاك في الثاني، فهو لن يصل الى اتفاق الا عندما تصل درجة الثقة الى مستوى مرتفع.
طيب تقريبا انت الوقت المخصص للإجابة. رأيك يا صميمة؟ طيب نمر إلى تصحيح. طيب بالنسبة للسؤال الأول، يعاني الوكيل كثيرا من فقدان ماء الوجه عندما يقدم بعض التنازلات. طبعا هذا خطأ، قلنا عكس صاحب القضية، صاحب القضية التفاوضية. اثنين، الافتراضات هي المعلومات التي يمكن استخلاصها بالاعتماد على معرفة مكتملة. طبعا هذا خطأ، لأن هذا التعريف هو تعريف الحقائق وليس الافتراضات. ثلاثة، يعتمد نجاح عملية التفاوض على الحظ، السلوك الثابت، على عدم التحضير أو التحضير الجدي. طبعا التحضير الجدي هو الإعداد الجيد. أربعة، يتطلب الإعداد المفاوضات، يعني كيف هنا خطأ، يعني كيف تغلط في يعني كثير أخطاء. ثلاث خطوات قلنا الحين شفناها، مو أربعة ولا خمسة ولا ستة، خذوا بالكم يعني، يعني كده تحصل درجات، يعني الطريقة سهلة. عند الإعداد المفاوضات يتم توزيع الحقائق والافتراضات على النقاط الصغرى فقط، على جميع أعضاء الفريق التفاوضي، أو النقاط الكبرى والصغرى، أو النقاط الكبرى فقط. طبعا الإجابة الصح هي جيم، النقاط الكبرى والنقاط الصغرى، يعني الحقائق والافتراضات مقسمها، هذا هذه الحقائق تتبع النقاط الكبرى، وهذه الحقائق والافتراضات تتبع النقاط الصغرى. طيب كده نكون وصلنا إلى نهاية المحاضرة هذه اليوم. لو في أسئلة شباب اتفضلوا اطرحوا أسئلتكم، لو ما في يعني نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد القادم في نفس التوقيت الساعة 6:30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.